في ذكرى ثورة 14 من فبراير، خمس سنوات تمر على هذا الحراك الشعبي السلمي الحضاري الذي انطلق فيه الشعب مطالبا بحقوقه العادلة، انطلق رافضا الظلم والاستبداد والاستفراد والتهميش، انطلق مطالبا بالعدالة والحرية والكرامة، انطلق مطالبا بأن ينتقل هذا الشعب وهذا الوطن من حالة الدكتاتورية إلى نظام الديمقراطية الذي يؤمن العدالة الاجتماعية لهذا الشعب والذي يحفظ حقوق الإنسان. خمس سنوات من الصبر والصمود، خمس سنوات من العطاء والتضحيات، عشرات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين وفي مقدمتهم الرموز العلمائية والسياسية وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان. خمس سنوات مضت والشعب لا زال صامدا صابرا متواجدا في الساحات، وهو اليوم يجدد العهد مع مطالبه ومع دماء شهدائه ومع جرحاه ومع جميع المعتقلين من الرجال والنساء ومع جميع المهجرين والمفصولين والمعذبين. إنه يجدد العهد مع شعبه مع مطالبه العادلة ليستمر في المطالبة بحقوقه بصورة سلمية حضارية. إن هذا الشعب اتخذ قرارا واعيا ورشيدا وحرا في أن يطالب بحقوقه وأن يكون سيدا في وطنه وأن يعيش بكرامة في وطنه. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. هذا الشعب بعون الله سيصل إلى أهدافه وإلى مطالبه في إطار الصبر والصمود وفي إطار العزة والكرامة. إن هذا الشعب تربى على مفاهيم الإسلام العظيمة، على مفاهيم العزة والكرامة، وهو لا زال يكرر صدى تلك الصرخة التي نادى بها الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، فهو يردد مع الأيام: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. شعب شعب يعيش الوعي، شعب يعيش الثبات والإرادة، شعب يعيش التضحية، شعب يعيش الإخلاص، منتصر بإذن الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، أن يفرج عن معتقلينا، أن يرد غرباءنا، يشفي جرحانا، أن ينصر هذا الشعب العزيز وأن يعيش في بلده حرا كريما عزيزا مع جميع أبناء الشعب بلا تفريق، بلا طائفية، بلا تمييز، بلا تهميش. أن يكون الشعب هو مصدر السلطات وهو أساس الشرعية وهو الأساس في عزة وكرامة هذا البلد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا وأن يعيش هذا الشعب كريما عزيزا في وطنه، وأن نرى الأمن والاستقرار والرفاه في هذا البلد العزيز. والحمد لله رب العالمين.